بعنوان مظاهر التيسير في الطهارة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغرض من الخلق هو العبادة، والعبادات تمثل يعني مطلوبات وأوامر شرعية، والمطلوب ثقيل على النفس في الغالب يعني. ومع ذلك جعل المولى جل وعلا العبادة منوطة بالتيسير وبرفع الحرج، وذلك مراعاة لأحوال العباد، لأن المشقة ليست لذاتها، ليست مقصودة لذاتها، وإنما تحقيقا للمقصد والجوهر من هذا الدين. ومن أولى العبادات المفروضة على المسلمين الوضوء. فما هي مظاهر التيسير في الطهارة وفي الوضوء؟ اليوم نتحدث عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الإسلام دين عام لجميع البشر في كل زمان وفي كل مكان، ولذلك فإنه يتسم بالشمولية وبالعالمية. هذه الصفات أدت به لأنه لا بد أن يكون دينا يسيرا على جميع الناس. اليسر ورفع الحرج هو أساس شمولية الإسلام وعالميته. هذه الميزة، ميزة اليسر ورفع الحرج، تميزت بها الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع. يعني هناك بعض الشرائع السماوية التي كان فيها بعض الأعمال الشاقة على المكلفين من الأمم السابقة، ويعني في سورة الأعراف المولى جل وعلا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يرفع الأغلال عن الناس الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم يقول: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الوضوء من أوائل العبادات، كما قلنا إن الوضوء من أوائل العبادات المفروضة على المسلمين، لأنه شرع مع الصلاة، والصلاة شرعت يعني في مبدأ الوحي. الوضوء شرع مع الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالفتح هو يعني صفة للماء، وأما الطهور بالضم فهو الفعل، وهو المراد هنا يعني الوضوء. شطر الإيمان هذا من رحمة الله تعالى وتيسير على عباده، أنه جعل الطهارة مفتاحا لصحة، مفتاحا للصلاة، وجعل هذه الطهارة وهذا الوضوء يعدل شطر الدين، نصف الدين. وهذا إنما يدل على عظم فضل الطهارة والتطهر. يقول تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني الإسلام بصفة عامة نجده يعني يحث على، يرغب في خصال الفطرة، ويحث على النظافة، ودين نظيف يعني يحث على النظافة وعلى الطهارة وعلى أخذ الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني الإسلام دين نظيف. الوضوء نرى أنه مع أنه فرض وتكليف من المولى جل وعلا، إلا أن هناك يعني ينبغي أن نلاحظ أمرين. الأمر الأول أنه من تمام النعمة، رغم أنه تكليف وفرض، لكنه من تمام نعمة المولى جل وعلا علينا، ومن دواعي الشكر له سبحانه وتعالى. نقرأ في نهاية آية سورة المائدة التي تتحدث عن الوضوء، يقول تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. مما يدل على أن الغاية ليست الإعنات أو المشقة، وإنما هو تكليف مع تخفيف للتطهير وإتمام النعم. الأمر الثاني يعني نقول إنه يعني رغم أنه فرض وتكليف، إلا أن المؤمن يثاب عليه، المسلم يثاب على فعل الوضوء. فإذا يعني شعر الإنسان حين يقوم إلى الوضوء، إذا شعر بالمشقة، فإذا قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الآتي، فإنه يزيل هذا الشعور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جميل يعني: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء.
الغر يعني هو جمع غر، ولا غر ذات غر يعني صاحب غر، والغرة هي يعني بياض في هي في الأصل تطلق في الفرس، يعني صفة من صفات الفرس، الفرس أغر يعني هو بياض في جبهة الفرس، وأطلق هنا يعني كناية عن بياض وجوه المسلمين من أثر النور الوضوء يوم القيامة إن شاء الله. محجلين، المحجل من التحجيل، والتحجيل في الأصل أيضا هو بياض في قوائم الفرس، وأطلق هنا على أيضا البياض، بياض يعني من أثار الوضوء، الأيدي، أيدي المسلم وأرجله من أثار الوضوء، البياض الحاصل للوجه والأيدي والأرجل يعني من أثار الوضوء يوم القيامة. غير ما أشرنا إليه هناك مظاهر كثيرة لمظاهر التيسير في الطهارة في الشريعة الإسلامية، نذكر بعضا منها. يعني أولا الأصل في الماء طهارته، وحتى ماء البحر طهور، النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، يعني يجوز التوضؤ أيضا بماء البحر. الوضوء يعني لا يجوز إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات، ومن زاد على ذلك فقد أساء وظلم. وأقصد يعني غسل العضو نفسه يعني يكون إما مرة واحدة نغسله مرة واحدة أو نمسح عليه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات، وهذه هي السنة ولا نزيد على ذلك. روي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. الأمر الثالث من مظاهر التيسير في الطهارة الاكتفاء بمسح الرأس في الوضوء، يعني إحنا لا نغسل الرأس كله، وإنما من تيسير الشريعة أننا نكتفي بمسح الرأس فقط، بل والاكتفاء بغسل أو مسح بعض الأعضاء، يعني هناك فقط بعض الأعضاء المعينة أو المحددة في الجسم، ليس شرطا أن نغسل، يعني لا يجب أن نغسل سائر الجسد لكي ندخل إلى الصلاة إلا في حالات محدودة يعني من جنابة ونحو ذلك. الرابع من مظاهر التيسير مما سنذكره اليوم أن التطهر، أن الحائل الذي يؤثر في صحة الطهارة هو الحائل الملموس الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني مثل الطين، الطين لو هناك طين على البشرة فلا بد من إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة. أما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته، يعني العرق مثلا، الإفرازات الدهنية هذه يعني لا يطلب إزالتها ولا تعد حائلا يمنع من صحة الوضوء. الوسخ الناشئ من البدن لا يضر، بخلاف اذا كان الوسخ ناشئ من يعني الطين يعني من خارج البدن فهذا هو الذي يضر وهذا هو الذي يطلب ازالته بالوضوء. وايضا متى اصاب الثوب نجاسه فيكتفى بغسل موضع النجاسه فقط، يعني لا حاجه لنا في ان نغسل الثوب كله، وكذلك يجوز الصلاه بهذا الثوب بعد ازاله احدى اوصاف النجاسه منه. الأمر السادس أن الصلاة في الحذاء الطاهر مشروعة في الإسلام، وهذا الأمر يعني يغفل عنه كثير من المسلمين في الحقيقة في هذه الأيام. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهم. الصلاة في الحذاء الطاهر من مميزات الشريعة الإسلامية، وكذلك إذا أصاب الحذاء نجس أو قذر فإن طهارته فقط بالتراب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. السابع من التيسير في الطهور أو من مظاهر التيسير في الوضوء المسح على الخفين أو الجوربين. يجوز المسح على الخفين أو على الجوربين سواء كان ذلك للمسافر أو للمقيم، وهو مشروع للتخفيف ولرفع الحرج. وأيضا من مظاهر تيسير في الطهارة عدم إيجاب السواك لا عند الوضوء ولا عند الصلاة،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، في رواية لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكنه لم يشرع ولم يجب علينا، وذلك تيسيرا من المولى جل وعلا وتخفيفا على عباده. التاسع أن التيمم بالتراب عوضا عن الوضوء أيضا مظهر من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية، أننا يجوز لنا عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله أن نتيمم بالتراب. ونختم حديثنا بأن من رحمته سبحانه أن جعل الوضوء سبب في دخول الجنة مع الذكر. يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم، والحديث في صحيح مسلم، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نسأل الله تعالى أن ييسر أمورنا ويعيننا على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.